اجتماع حاسم هذا الأسبوع، حمامات مفتوحة للمغاربة وإلغاء للإغلاق في التاسعة. يرتقب أن تتوصل الجهات المختصة بتدبير جائحة كورونا، وزارة الداخلية ووزارة الصحة بتوصية من اللجنة العلمية لتخفيف الإجراءات الاحترازية بعد تسجيل تنازل متواصل للمنح الوبائي في المغرب. سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية للتلقيح أكد في تصريح للقناة الثانية أن اجتماعا مرتقبا سينعقد من أجل رفع توصية تخفيف الإجراءات الاحترازية للسلطات المختصة بعد تسجيل تحسن الحالة الوبائية مقارنة مع الأشهر الماضية. وحسب مصادر الأيام 24 فإن إجراءات هامة سيتم اتخاذها هذا الأسبوع لإعادة بعض من الحياة العادية للمغاربة، أبرزها إلغاء الإغلاق عند الساعة 9 ليلا واعتمد الساعة 11 ليلاً.